إحنا المحاضرة الماضية توقفنا عند جزئية وصفة للماشين ليرنينج، تمام؟ حكينا في الوصفة هذه فعلا إنه كتير مفيدة، بتساعد في أي اتجاه إنه أنا بدي أتحرك. إذا كان عندي هاي باياس معنى ذلك إنه أنا بدي أسوي خطوات معينة، يا إنه أجرب شبكة أكبر، أو إنه أنا أدرب أكثر، أو أجرب أركيتكتشر مختلفة، وأعيد وأشوف هل البايس راح ولا لا. بعدين إذا كان في فاريانس، في أنا عندي خطوات يعني مختلفة، بدي أجيب بيانات أكثر، أو أجرب الريجولايزيشن وهو موضوع المحاضرة اليوم، أو أجرب نيورال نتورك أركيتكتشر مختلفة. تمام، حكينا في صعوبة في موضوع انه الحصول على بيانات اكثر، فبالتالي ممكن انه يكون تطبيق الريجولايزيشن انه مناسب اكثر. واخر شغله حكيناها انه البايس والفاريانس، انه كان سابقا انه اذا بزود او بنقص وحده بتتاثر الثانيه، والعكس صحيح. لكن بالخيارات هذه صار في عندي امكانيه انه انا مثلا على سبيل المثال انه احسن في البايس بدون التاثير على الفاريانس، والعكس صحيح. تمام، نيجي لموضوع الريجولايزيشن. موضوع الريجولايزيشن وقتيش انا بستخدمه كمان مره في الهاي فاريانس. ايش الهاي فاريانس؟ كمان مره نرجع هنا انه احنا حكينا انه انا في عندي في الهاي فاريانس بيكون في عندي اوفر فيتنج، في انا عندي بايس بيكون اندر فيت. تمام، في الاندر فيت بيكون انا عندي الايرور كتير عالي زي ما انتم شايفين هنا، اما في الهاي فاريانس انه التريننج ايرور بيكون قليل جدا، ولكن الديف ايرور بيكون مرتفع. احنا زي ما اتفقنا انه يفترض انه يكون في عندي منحنيين حسب تقسيمة البيانات، في انا عندي الترين ديف، وفي عندي عفوا الترين ايرور والديف ايرور. الديف ايرور في الفاريانس بيكونوا الخطين هدول متباعدين بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، انه في هذا الاتجاه انه التريننج ايرور بيقل، تمام، بينما الديف ايرور هيو في الطالع. فبالتالي هنا في تباين كتير كبير بيناتهم. هذه هي الحالة اللي احنا بنحاول ان احنا نمنعها. كمان مرة الفاريانس هنا زي ما اتفقنا انه بيكون انه الموديل مفصل تفصيل اوفر فيت على داتا سيت معينه، فعشان هيك بيكون اداؤه سيء جدا لما يتم تطبيقه على تيست او ديف سيت. تمام، فاحنا بدنا نحاول نمنع الاوفر فيت. ايش هي التكنيكس اللي احنا نمنع فيها الاوفر فيت؟ بدنا نستخدم الريجولايزيشن. في الريجولايزيشن في انا عندي نوعين من الريجولايزيشن، ال L2 وال L1. L2 ريجولايزيشن و L1 ريجولايزيشن. خلينا نشوف ايش هو الريجولايزيشن، تمام، بدنا نطبقه اول حاجه على اللوجيستيك ريجريشن. برجع بذكر مره ثانيه انه اللوجيستيك ريجريشن انه هو عباره عن سنجل نيورون. انا عندي هاي X1 X2، تمام، في عندي سنجل نيورون هنا هيك، تمام، وهنا في انا عندي الواي هات البريدكتد. هذا هو لوجيستيك ريجريشن، هو عباره عن سنجل نيورون. بدنا نشوف تطبيقه هنا، وبعد هيك بدنا نطبقه على نيورال نتورك، وبعد هيك نشوف انه ليش الريجولايزيشن انه ممكن يكون مفيد. ايش هو الريجولايزيشن؟ لاحظوا انا عندي اللوس للدبليو والبي، هذه المعادله تبعته معروفه ومرت علي قبل هيك. ايش بلاحظ؟ بلاحظ في تيرم جديد انضاف، انا عندي زائد هذا التيرم، تمام. لاحظوا انه اللامدا هذه هو عباره عن ريجولايزيشن باراميتر، الفاليو تبعته بين الصفر والواحد، بتحدد مقدار قديش التيرم هذا اللي حينضاف على التيرم الاساسي. المعادله هذه ايش هي؟ اللامدا على 2 ام، ايش هي الام؟ النوتيشن اللي احنا تعودنا عليها، ايش الام؟ تريننج انستانسز، تمام. والدبليو انا باخذ النورم اللي هي الويتس، باخذ النورم تبعها وبربعها، تمام. لاحظوا انه اللامدا هذه انه
انه في الامبلمنتيشن لما بدي اجي استخدم اللمدا انه انا اعرفها كفاريبل بستخدمها بدون الاي، لانه انتم بتعرفوا انه في اللمدا، انه في البايثون اللمدا هي عباره عن كلمه محجوزه. تمام. طيب شو الفرق بين ال L1 وال L2؟ ال L1 باخذ الابسوليوت فاليو، يعني في هذا الترم اللي حينضاف انا عندي في هذه الجزئيه تحديدا. تمام. هنا ايش حينضاف؟ حينضاف الابسوليوت فاليو او الفيرست نورم، هاي النورم واحد. تمام. اما في ال L2 ريجولايزيشن راح انه اعمل تربيع، والتربيع هو عبارة عن دبليو تي ضرب دبليو. تمام. كمان مرة، الريجولايزيشن انه هو عبارة عن قيمة جديدة راح تنضاف لللوس، حنشوف ايش فائدة هذه القيمة. تمام. بس عرفنا ايش هي هذه القيمة وايش الانواع تبعتها. في عندي L1 وL2. L2 هو عبارة عن تربيع الويت، L1 هو عبارة عن الفيرست نورم او نورم او الابسوليوت فاليو. تمام. عادة استخدام ال L1 بخلي انه ال W تكون سبارس. ايش يعني سبارس؟ ايش يعني الماتريكس تكون سبارس؟ ما هي السبارس ماتريكس؟ السبارس ماتريكس هي ماتريكس تحتوي على اصفار كثير. بالضبط. تمام. وانه النون زيرو فاليو عددها قليل. تمام. يبقى السبارس ماتريكس هي ماتريكس فيها زيروز كثيره، والنون زيروز انه الاليمنتس تبعتها انه محدوده جدا. طيب فهمنا كيف انه احنا نطبقه على سنجل نيورون. نيجي الان للنيورال نتورك. في النيورال نتورك انه بيكون في عندي مالتي لاير، صح؟ لاحظوا هنا انه ايش كان في عندي؟ دبليو بي. اما هنا ايش بده يكون؟ دبليو واحد بي واحد، ومخطوط انا عندي السوبر سكريبت اللاير طبقات L2 L3 لغاية WL BL. تمام. فبالتالي انه نفس المعادلة بالضبط، هي اللوس زي ما هي ما اختلف شيء. تمام. وهنا ايش اللي اختلف؟ انا عندي بس ضفت السوبر سكريبت هنا تبع الطبقة، فبالتالي انه هنا انا حجيب تربيع وحضيف انه استخدم سوبر سكريبت تبع الطبقة. كيف؟ صحيح. وحعمل سميشن، ايوه سميشن من اي من ال بتساوي واحد لغايه ال، حعمل سميشن على كل الطبقات، يعني لكل طبقه حربع الماتريكس تبعتها، الطبقه الثانيه حربع الماتريكس تبعتها، اربع اربع اربع، وبعدين بعملهم سم. تمام. بعدين ايش حسوي؟ حقسم على 2 ام وحضرب في لندا. لندا زي ما حكينا انه الفاليو تبعتها من صفر لواحد، هي عباره عن بتحدد انه قديش مقدار الترم هذا كله اللي حينضاف. طيب حكيت انتم بتلاحظوا انه هنا في نوتيشن جديده ضافت لي الاف. ايش هي الاف؟ هاي موضح لي اياها هنا، انه سكند نور انا عندي. تمام. هو عباره عن له اسم ثاني اللي هو الفروبينس نور، فبالتالي انه نفس النوتيشن، يعني نفس الشيء ما اختلف شيء. تمام. طيب حقيقة نشوف ليش الريجولايزيشن بمنع الاوفر فيتنج. فهمنا ايش هو الريجولايزيشن، كيف ايش الترم الجديد اللي احنا ضفناه. يبقى باختصار شديد، الريجولايزيشن هو عبارة عن قيمة إضافية تضاف لللوس أو قيمة تضاف للويت. شو السبب إنه هي بتمنع الأوفر فيتنج؟ طيب ناخذ على سبيل المثال هذه الشبكة، ركزوا معايا كثير كويس. لقيت الشبكة هذه، راح ألاحظ إنه بعد التريننج
إنه هدول النودز صارت قريبة من الصفر. لما تكون الويتس تبعتها قريبة من الصفر، معنى ذلك إنه حيكون في اكتيفيشن ولا مش حيكون في اكتيفيشن؟ مش حيكون في اكتيفيشن، وزي كأنه النودز هذه معطلة. والنودز هذه إنه الويت تبعها مش قريب من الصفر، معنى ذلك إنه ممكن اختصار الشبكة بدل ما هي كانت إنه شبكة كبيرة زي هيك، إنه هذه هي الشبكة الفعلية اللي شغالة. شو السبب؟ سبب إنه بعد فترة الويتس ظلتها تقل 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 لغاية لما صارت إنه الويت صغيرة جدا. فبالتالي لما تصير الويت صغيرة جدا بصير هنا أوفرفيت، إنه النتورك هذه بتصير مفصلة على سبيسيفيك داتا سيت. كيف بدنا نمنع هذه الشغلة؟ نمنع هذه الشغلة إنه النودز هذه بدنا نمنع إنه هي تتصفر. كيف بدنا نمنع إنه هي تتصفر؟ بإضافة هذا التيرم. كيف؟ بالضبط بالضبط. صح، اي داتا ست جديده ما شافهاش قبل هيك بيكون اداؤه سيء جدا فيها. طيب لا، بعد ما خلصت التريننج، انا بعد ما خلصت التريننج اتريشنز كلها الويتس هذه تضاءلت قدر يعني بشكل كتير كتير كبير. بالضبط بالضبط. وبعد ما عملت عليهم كذا اتريشن صار انه الويتس هنا تضاءل بدرجة كتير كتير كبيرة. تضاءل بدرجة كتير كتير كبيرة انه بيؤدي انه الويتس تكون قليلة، فبالتالي وكأنه النوتس هذه ما فيش لها اكتيفيشن، معطلة دائما مصفرة بسبب انه الويت تبعها ما لهاش ويت. تمام، هذا بيؤدي ل اوفر فيتنج اللي هو هاي فاريانس. تمام، وانه تكون الويتس كتير 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 كبيره هذا بيؤدي ل هاي بايس. تمام، اللي هي النقيض تبعها انه ممكن انه انا انتقل لهذه الحاله اللي هي الهاي بايس. طيب حكيت ليش الويت الصغيرة ممكن تكون مشكلة بالنسبة لإلي. كيف بصير الأوفر فيتنج؟ خلينا ناخذ التان اتش كمثال. تان اتش كيف شكلها؟ هاي هنا واحد وهنا ماينس واحد. هنا انه الدالة تقريبا انه قريبة من الواحد، وهنا قريبة من الماينس واحد، وهنا تقريبا نقدر نقول انه الدالة شكلها لينير نوعا ما. فبالتالي انه بقسم انا لثلاث مناطق، هذه المنطقة الدالة بتكون فيها شبه لينير. تمام، وهنا الدالة بتكون انه يعني زي هيك عند الواحد، وهنا عند الماينس واحد. تمام، حكيت الويت لما يكون قليل وين بيكون موجود؟ في أي منطقة؟ في هذه ولا في هذه ولا في هذه؟ في هذه، صح؟ طيب إذا كان أنا عندي الاكتيفيشن تبع كل النيورونز كان لينير، هل بتقدر إنه يعني هل بيقدر إنه هل بيقدر انه هو يعني احنا اخذنا انه الطبقات كل ما انا اضيف طبقات اكثر وكانه بيحول من نون لينير سبيس للينير سبيس في الاخر.
تمام. فبالتالي انه هذا بيؤدي، انا عندي انه النون لينيرتي، انه يعني يدخل فيها في مجال بعيد جدا، بحيث انه هو يعمل المنحنيات هذه كلها، تمام. وهذه المنحنيات هي اللي بتسبب الاوفر فيتنج. واحنا حكينا انه البيست فيت هو انه يكون مثلا شغله مثل هيك مثلا، على سبيل المثال نرجع للرسمه هذه، نلاحظ انه هذه المنحنيات الكتيره هي اللي بتسبب الاوفر فيتنج. المنحنى بهذا الشكل اللينير مشكله، تمام، والمنحنيات الكتيره مشكله. فبالتالي انه افضل الرايت فيت او الجاست رايت انه يكون انا عندي شكل المنحنى زي هيك. كيف؟ انه انا اضيف قيمه، يعني هنا قاعد بشرح انه كيف، يعني انه الريجولايزيشن اضافه القيمه هذه بخليني ان انا ابتعد عن المنطقه هذه، احل هذه المشكله بالضبط. تمام. ضايل اخر شغله بخصوص ال هذا النوع من الريجولايزيشن اللي اسمه L1 او L2، اللي هو هنا سجل ملاحظة هنا، انه عادة انه عشان اعرف تأثير الريجولايزيشن لازم اعمل تدريب واشوف شكل المنحنى قبل ما اطبق ريجولايزيشن. استخدام الريجولايزيشن دون معرفة كيف شكل المنحنى، هل في اوفر فيت؟ لازم اعرف في اوفر فيت اول قبل ما اطبق ريجولايزيشن. تطبيق ريجولايزيشن وانا مش عارف اوفر فيت، في اوفر فيت او لا، ممكن انه هو يسبب انه انا مش عارف هل هو ريجولايزيشن، هل هذا مفيد ولا بضيف تعقيد على الشبكه. عشان هيك لما بطبق اول بدون ريجولايزيشن في اوفر فيت بطبق ريجولايزيشن. هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، نرجع هنا للال1 والال2، نسيت انه انا احكي لكم انه الشائع استخدامه هو الال2. ال2 هو شائع استخدامه اكثر من L1، تمام، بسبب L1 انه الماتريكس بتكون فيه سبارس. كيف؟ L1 بيكون سبارس، L2 هو شائع استخدامه اكثر لانه افضل، يعني بيؤدي لاداء افضل، يعني بمنع الاوفر فيتنج بشكل افضل، تمام. خلصنا الطريقة الأولى من الريجولايزيشن، إيش اسمها؟ L1 L2، هو نوع واحد ولكن يا إما يعني بيختلف المعادلة إنه تربيع أو أبسوليوت. النوع الثاني اللي هو الدروب أوت، خلينا نشرحه على السريع وناخد بريك. أو خلينا ناخذ بريك.